كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. كتير منا ممكن يروح كشف والطلب منه ان هو يعمل عملية بالبنج الموضعي في نهار رمضان. هو السؤال، هل يجوز ان احنا نعمل عملية بالبنج الموضعي في نهار رمضان؟ طب احنا نتكلم كلام متخصص اكتر، هي العملية هتعمل فين؟ هل مثلا البنج الموضعي ده هنعمله في الودن من بره؟ هل العملية بالبنج الموضعي هتتعمل في الانف خارجيا؟ هل العملية هتتعمل ببنج موضعي داخل الأنف؟ هل العملية هتتعمل ببنج موضعي داخل الحلق؟ كل حاجة من الحاجات دي الحقيقة ليها زي ما بنقول ممكن تتعمل أو ممكن ما تتعملش في نهار رمضان. أي عملية خارج الأنف وخارج الحلق، سواء كانت في الودن أو سواء كانت في الأنف من بره أو سواء كانت في المنطقة الخارجية، مفيش مشكلة خالص إن احنا ناخد بنج موضعي. إنما لو احنا مثلا بناخد بنج موضعي في الحلق، سواء كان بخاخة أو سبراي أو بناخد إبرة بنج موضعي داخل الحلق ونبتدي نشتغل داخل الحلق، طبعا ده لا يفضل تماما، نظرا لأن حاجة زي كده ممكن الحلق نفسه المية اللي داخلة تنزل وتدخل من الحلق على مجرى الجهاز الهضمي ويبقى احنا كده فطر. عشان كده نصيحتي، اوعى تعمل عملية بالبنج موضعي داخل الحلق، واوعى تعمل عملية بالبنج موضعي داخل الأنف، عشان ده فيه شبهة كبيرة جدا إن ده ممكن يفطر. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم.